ويسن لمن يخشى الإحصار أن يشترط، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولا يجب عليه دم. أما إذا أحصر، مسألة الإحصار، الإنسان الآن أتى للحج لكنه حصل له عذر كمرض أو ضل الطريق أو عدو، فإنه يكون محصرا. المحصر إذن من الإحصار أو الحصر، وهو المنع، أي منع المحرم من الوصول إلى البيت لسبب أو لآخر. ولهذا يشترط لمن يخشى الإحصار، أو يسن لمن يخشى الإحصار أن يشترط، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولا يجب عليه دم. أما إذا أحصر ولم يكن اشترط فإنه يهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وما استيسر يعني مما جاء به الشرع من بهيمة الأنعام، من الإبل، يعني سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاه، فما استيسر من الهدي. قال الهدي حتى لا يأتي بعض الناس يترخصون يقول فما استيسر، يذبح أي شيء وإن كان دجاجة أو أرنب أو غيره، لا، من الهدي يعني من بهيمة الأنعام. من الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حصل له الإحصار فأهدى إلى البيت صلى الله عليه وسلم.